أهلا متابع اليوم السابع، معكم إيهاب المهندس في حلقة جديدة من حلقات شاهد على الجريمة. النهاردة معانا جريمة حدثت في مركز بلبيس محافظة الشرقية، اتهم فيها تاجر بقتل زميله. الأهالي خرجوا على صوت إطلاق النار، وجدوا شخص على دراجة بخارية ألقوا القبض عليه. الصدفة إن الشخص ده اللي اتقتل ده زميله، وكان بينهم خلافات مادية بسبب التجارة، والأهالي اعتقدوا إن هو اللي قتل زميله تاجر الحبوب. قدموا المتهم للأجهزة الأمنية، وتم التحقيق معاه، وعلى مدار عام كامل تم تجديد حبسه. ولكن أثناء جلسات المحاكمة وبالصدفة البحتة، على الرغم أن الجريمة حدثت في إحدى القرى، كاميرا المراقبة كانت السبب في كشف الجناة الحقيقيين رغم بعد الكاميرا مئات الأمتار عن موقع الجريمة. كل الكواليس دي والتفاصيل حول هذه الجريمة وإزاي المتهم الأول خرج براءة هنعرفها من المستشار أنور الرفاعي المحامي بالنقض. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا أستاذ. عايزين نعرف من حضرتك كواليس الجريمة وإزاي حصلت. كان جريمة في مكتبنا، كانت قضية في مكتبنا هنا، والكلام ده من حوالي عامين، وهي خرج براءة من عام كامل الآن. كان في إحدى قرى مركز بلبيس محافظة الشرقية، كان فيه حادث قتل كانت نتيجته إزهاق روح المجني عليه المتوفى اللي راح مولاه بعد الفطار في رمضان مباشرة. فالأهالي خرجوا على صوت ضرب النار، كله في بيت اللي بيفطر اللي كده، فخرجوا على صوت ضرب النار، وجدوا أحد الأشخاص في مسرح الأحداث بموتوسيكل أو بدراجة بخارية، والقارئ كلها تعلم إن هذا الشخص كان بينه وبين القتيل خلاف مادي كبير. كانوا الاثنين تجار. كانوا تجار مع بعض، شركاء في بعض أنواع التجارة، تجارة الحبوب والغلال. وحدث خلاف مادي كبير، جلسوا على إثره أكثر من جلسة عرفية. على إثرها وقع المتهم ده للمجني عليه عدد 6 إصرارات أمانة عشان يسددهم في المستقبل، يعني جدول ديونه يعني. فالأهالي اعتقدوا ظنا منهم إن هو قضى عليه بعد الإفطار مباشرة عشان يخلص من الدين الموقع عليه. والاصل القصه كان حاجه ثانيه خالص، كانت او جريمه ثاريه، ثار قديم في محل موبايلات في القريه، صغير كده مركب كاميرات على بابه، جاب مشهد للجناح الحقيقيين وهم معديين على دراجه بخاريه، واحدهم لابس بدله رياضيه ترينج سوت كده، والتاني لابس جلابيه، ويحملوا اسلحه نارية طويلة في ايديهم، يعني خرطوش 5 طلقات تركي، بندقية 12 جوز طويل بمسورة طويلة أثناء العبور ده. فالناس قبضت على الرجل ده في مسرح أحداث، كل تعليله الأمر قال لهم أنا كنت بفطر عند نسيبي في الحارة الجانبية دي، وخرجت من عنده على وخرجت ماشي من شكل الدار، حصل ضرب النار وأنا داخل الحارة، فأنا ماليش أي علاقة بالحد. وقتل أيضا قريبه هذا، وشاهد بأنه كان بيفطر معهم، وان هم سمعوا صوت ضرب النار بعد خروجه مباشره، ودخلنا بحث يقول لك يبقى هو خرج من عند نسيبه ده، ففوجئ بغريمه او الراجل اللي دائنه في وشه، فاطلق عليه عيره ناريه. وظلت الاحداث على هذه الشاكله، حتى ظنت المباحث بان هذا الرجل كان معه اخر على الدراجه البخاريه وقتله، والاخر ده هرب من مسرح الاحداث، وتجدد حبسه والنيابه حققت معاه، وتمسك اعتصم بالانكار فتره طويله جدا، الى ان تمت احالته حتى بالفيلم المصور ده، ووديناه الاذاعه والتلفزيون عشان نتاكد من شخصه. والحمد لله رب العالمين، المحكمه المشكوره بعد استجواب السيد رئيس المباحث محرر محضر التحريات، واستبعدت المتهم من الاتهام، واعادت الامر للنيابه العامه للتحقيق مره اخرى، وهو حصل على براءته، وتم القبض على الجناة الحقيقيين من ذات القرية. وحتى الأهالي حتى كانوا عارفين ده بعد التحقيقات ما تمت، كانوا عارفين إن القاتل مش هو ده، ماشي. وطبعا احنا ظللنا في فترة تجديد حبس كبيرة جدا، حوالي مثلا 8 شهور، والمحاكمة اتأجلت مرتين ثلاثة، أول جلسة لسبب وثاني جلسة لاستجواب السيد محرر محضر الضبط، وحضر أمام المحكمة وأفرغ ما لديه، هو يعتقد أنه صادق، قال لي يا جماعة أنا فوجئت بالأهالي قبضين على واحد يقولوا قتل فلان، والخلفية الجنائية للناس دي بتقول إن فيه باعث على القتل، إن كان فيه خلاف مادي كبير في التجارة، على إثره رفض
المتهم سداد مبالغ للمجني عليه، الا ان هو في الاخر اهل القريه قعدوه في جلسه عرفيه واستكتبوه صلاه امانه بالحق والمدنيه. فبالتالي كانت المباحث عندها باعت على هذا الاتهام، واحنا كنا متمسكين بالبراءه لان عندنا باعت على ذلك وهو براءه المتهم. طب بالنسبه للخلافات اللي بين المتهم الاول في الاخر استبعد وتبين ان هو مش متهم في الجريمه، وبالنسبه للمجني عليه والمتهمين الاصليين، فالاصليين اصلي الجريمه الاثنين المتهمين الاصليين، ايه سبب الخلاف اصلا؟ كان في خلافات طبعا بينهم، وكان في جريمه ثاريه قديمه بين العائلتين، وهم يعلموا ان هذا التاجر المجني عليه اتذكر ان هو دائما بيفطر وبيطلع على قهوه بلدي على راس الشارع بتاعته يشرب شيشه ويشرب شاي، فكان ده معروف عنه يعني يفطر بسرعه اثناء الاذان كده ويطلع بسرعه على القهوه، يقعد على القهوه بره كده يشرب قهوه ويشرب شاي بتاع ويشرب شيشه. فبالفعل هم تصيدوا يعني مكان جلوسه الدائم في رمضان ده وانتهوا من قتله، الا ان لبس في الجريمه المتهم الغيث ده اللي تواجده بالصدفه البحث على مسرح الخياس. واثناء محاكمه المتهم الاول اللي هو بريء اصلا، ايه اللي خلى المباحث تعمل انتحارات تكميليه واللي كشف الجناه الحقيقيه؟ كان معانا فيلم الكاميرا اساسا، في فيلم الكاميرا ده قدمناه للمباحث، ولكن ظنت المباحث ان هذه هي الدراجه البخاريه، وان معتصم ده كان معاه اخر على الدراجه وهرب، حتى كانوا متهمينه هو واخر يعني ماشي، وهو قال لهم انا ما معيش سلاح، والناس قبط عليا في مسرح احداث هو ماشي بالموتوسيكل سبع ضرب النار زي حتى التحريات توصلت بعد كده للفعل الحقيقي. التحريات المباحث البيست توصلت للفعل الحقيقيين وقدمتهم الى المحاكمه خلاص وخدوا الاثنين مؤخرا. شكرا لحضرتك، شكرا متابع اليوم السابع، هنتابع معاكم كل ما هو جديد من حلقات شاهد على الجريمه.